مساء الخير. إنه شهر محرم يدق مجدداً على أبواب ذاكرتنا لنحيي الذكرى التي تحيينا، فيفيض البحر الحسيني كما في بداية كل عام هجري لنغترف منه كمية كبيرة من القوة والإرادة حتى نواجه الظلمة في بيوتنا وأوطاننا وفي منطقتنا وعالمنا. في هذه الحلقة العاشورائية الخاصة نفتح نوافذ مشرقة إلى تلك الواقعة، واقعة كربلاء، نعيش مع الحسين عليه السلام مع ذكراه، ونستمع إلى ما عاناه في سبيل الله ومعاناة أصحابه ومعاناة أهل بيته في سبيل الحق، في سبيل دفع الظلم، في سبيل صيانة كرامة الإنسان، وفي سبيل مواساة المظلوم. هذه الذكرى المضمخة بالتضحيات والمدرجة بالدماء أضحت لنا مدرسة، ورغم كل محاولة طمسها تمردت وانتشرت وتوسعت حتى ضاقت بها الأندية الحسينية والمساجد، فخرجت إلى الشوارع والعواصم والمدن والقرى، وأصبحت عاشوراء محطة سنوية يتحول فيها عشاق الحسين إلى خلية نحل، أنشطة عاشورائية مختلفة تزدحم فتتزاحم في أيام محرم، فهذا يقيم مجلساً وآخر ينشئ مضيفاً وآخرون ينشغلون بتربية الأطفال على السلوك الحسيني ليثبتوا للعالم كله أو كله أن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبداً. ضيوفي في هذه الحلقة الخاصة أمينة البرامج والتدريب لشؤون الأخوات في كشافة الرسالة الإسلامية السيدة غدير عباس. أهلا بك سيدة غدير. أهلا بك. ويسعدني أن تكون معنا أيضا الحكواتية سحر شحادي كاتبة قصص أطفال. مساء الخير أستاذي سحر، وأهلا وسهلا فيك. أهلا. وسيكون معنا أيضا في هذه الحلقة المتطوع في مضيف حسيني السيد حسن حمود. أستاذي غدير عظم الله أجورك وأهلا بك، نورتي الأم بي أن. يعني مثل ما حكينا ببداية الحلقة نتحدث اليوم عن هذه المناسبة الخاصة، مناسبة عاشوراء. يقول الإمام القائد السيد موسى الصدر خلال الإعلان عن انطلاقة حركة أمل إنه شباب أمل اتخذوا من موقف الحسين في كربلاء سلوكا لهم في هذه الحركة المباركة. اليوم إذا بدي أسأل حضرتك، كيف بتشتغل بكشافة الرسالة على تعليم الأطفال هيدا السلوك الحسيني تحديدا؟ بداية عظم الله أجورنا وأجوركم. يمكن اللي قاله الإمام الصدر بدل وبفرجي قد نحن كحركة أمل وكشافة الرسالة الإسلامية عنا من أحد أهدافنا الأساسية هي أنه نحافظ على مسيرة الإمام الحسين أو على خط وتوجه الإمام الحسين. يمكن كشافة الرسالة الإسلامية كدور تربوي بأنه نعمل تنمية للفتي والفتيات بكل المجالات، بكل المجالات العقلية والروحية والكشفية والجسدية، بكل من كل ما يحتاجه الفرد. إذا بدنا نمشي شوي أو نحكي شوي عن موضوع التنمية الروحية صوب التوجه أو صوب خط الإمام الحسين، يمكن كشفت الرسالة الإسلامية أخذ على عاتقة تنمية روحية على كل المجالات، ولكن بموضوع محرم وعاشوراء كشفت الرسالة بتكون عم بتبلش قبل محرم بشهر وبشهرين لتجهز لهذا الموضوع، ومنكمل بعد لأربعين لبعد أربعين الإمام الحسين، نشتغل على أطفالنا، نشوف أطفالنا شو في عندهم مواهب حسينية، نزرع الثقافة الحسينية عند أطفالنا، الثقافة الحسينية اللي هي ثقافة القيم، خاصة هلأ نحن بالثورة ضد القيم الإنسانية الموجودة. فكشفت الرسالة الإسلامية أخذ المسيرة الحسينية كدور أساسي عبر العام كله، وخاصة بخلال هالفترة اللي هي يمكن شهرين محرم وصفر بتكون عم تشتغل على الفتية على الفتيات وحتى على الراشدين مطرح من المطارح، بالإضافة انه نحن بنكون عم نشتغل بنفس التوازن مع المجالس الحسينية اللي عم بتصير، يعني نكون عم نساعد هون وبنفس الوقت عم نشتغل على الفتية والفتيات اللي عم. شو الهدف الأساسي يعني غدير؟ هلأ الهدف الأساسي من أنه نكون عم نشتغل على المسيرة الحسينية بداية هي الإحياء، والإحياء واجب وضروري، مثل على اللي قال الإمام الصادق عليه السلام أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. الإحياء السيرة الحسينية بحد ذاته هو أمر واجب.
بالإضافة لأنه السيرة الحسينية بتزرع عند الفتى والفتيات قيم إنسانية بتساعدهم أو بتشكل رادع ذاتي بعدين قدام المشاكل، قدام المصائب اللي عم نشوفها بالمجتمع. الانحلال شغل صح، الانحلال يمكن مش بس الأخلاقي أكتر ما هو الاجتماعي. يعني يمكن نحن في عنا قيم تشكلها المسيرة الحسينية بتخلينا نشتغل على الفتى والفتيات، إضافة أنه نحن بنشتغل على موضوع المواهب. بعض المواهب بتبرز بهيدي الأشهر، من قراءة قرآن لقراءة مجالس لقراءة قصص للطميات لتمثيل أدوار. وشغلة رابعة كمان، نحن نكون عم نشتغل لما نكون عم نساعد بالمجالس الحسينية عم نزرع ثقافة الخدمة الحسينية، من إطعام على حب الإمام الحسين، من توزيع يمكن مياه، من توزيع المحارم أوقات بالمجالس، ترتيب الكراسي يمكن، وحتى حتى في كتير فتي وفتيات بيشاركوا بتنظيف القاعات الحسينية من بعد المجالس. نعم. وما عندهم مشكلة، بالعكس هني بيعتبروها خدمة حسينية وعم بينالوا هذا الشرف أكثر من أنه يكون هن عم يتعبوا. هذا على الصعيد صح الهدف الاجتماعي. كمان أيضا هناك هدف عقائدي صحيح؟ إذا بدنا نحكي ديني. شوي بالهدف العقائدي، مثل ما قلنا أنه هو إحياء بحد ذاته لذكرى الإمام الحسين، وعنا روايات كثيرة بتحكي عن التأثير النفسي للمسيرة الحسينية على الإنسان. من فينا نحكي من ثقافة القيم الإنسانية، من الصدق، من التعاون، من الصبر يمكن اللي تمثله السيدة زينب، من الأصحاب اللي كانوا موجودين اللي بيدلوا على التعاون، على الصبر، على المصيبة. فكل القيم اللي كانت موجودة عند الإمام الحسين أو بمسيرة الإمام الحسين عقائديا نحن عم نجرب نزرع عند الفتى والفتيات، ولكن قد هي صعبة أو قد هي شوي بدها جهد زيادة، لأنه خاصة هلأ بالمجتمع اللي نحن فيه صح. زرع الفكر العقائدي بده مجهود وبده أسلوب. نعم. مش مثل قبل يعني كان فينا نحكي الأمور مثل ما هي، لا هلأ صار بدنا أسلوب متميز لنقدر نوصل الفكرة بالطريقة الصحيحة حتى لتأثري على هيدا الطفل، لأنه بمحل آخر كمان هناك في ناس تانية عم بتأثر. صحيح. رح أرجع لك غدير. سيدة سحر شحادة أهلا فيك مجددا، عظم الله أجرك. يعني مثل ما قلنا بالمقدمة، عاشوراء تخطت مرحلة السيرة فقط، بل يعني هي احتلت كل المشهد اللي أصبح بيخدم السيرة الحسينية. نعم، السيرة الحسينية. اليوم إذا بدي أسأل حضرتك، يعني ونحن نعلم أن هناك كذا أسلوب لإيصال هيدي السيرة الشريفة للأطفال أو يمكن حتى للكبار، وهذا ما نشوفه لما الخطيب على المنبر أيضا يحاول بطريقة معينة أن يروي هذه القصة. صحيح. قصة طبعا يعني مصارع الأبطال العظماء في كربلاء. اليوم حضرتك بالطريقة التي تستخدمينها لتوصلي هيدي السيرة الحسينية المباركة، كيف بيتميز هيدا الأسلوب الحكواتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية مشكورين على الاستضافة، وعظم الله لكم الأجر ولكل المستمعين والمشاهدين. بداية إذا بدنا نحكي عن تعريف القصة، قصة بأدب الأطفال، قبل حتى التعريف نحن بدنا نتوجه لجمالية القصة. جمالية القصة، أنا دائما بقول أنه الله عز وجل لما خاطبنا نحن خاطبنا بالأسلوب القصصي، أسلوب المحبب عنا كبارا وصغارا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. يعني الله عز وجل ما اختار الأحاديث فقط، ولا اختار الروايات، ولا اختار يمكن الاقتباسات، ولكن توجه إلنا بالأسلوب القصصي لما بده يعرفنا على أهل البيت، لما بده يعرفنا على السيرة النبوية. نعم. لما بده يعرفنا على المسار القائم والروايات الأحداث القائمة مع الأئمة والرسل عليهم السلام. فبنيجي نحن هون نستنبط، طيب في عنا أسلوب قصصي جميل أو وسيلة محببة عند الأطفال، وسيلة بيرغبوها، وسيلة بيحبوها. يعني أنا ولا مرة يمكن من دون هيك مبالغة هلأ ومجاملات، كنا بنشاط حكواتي وشعرت أنه الأطفال منهم محمسين أو منهم مندفعين، بل بالعكس بيكونوا متفاعلين. أول يوم متفاعلين، منشوفهم أول يوم والثاني والثالث والعاشر، ولما نخلص العاشر بيرجع بيسألوا نحن إذا بعد في عنا هذا الاستمرار. والأكيد نحن عم نشوف هذا التفاعل والحماس من قبل الأطفال أنفسهم ومن قبل الأمهات والأباء، لأن الأمهات والأباء عم يشعروا بأهمية ودور القصص بتعزيز التربية الدينية والعشورائية خصوصا. لما نحكي القصص العشورائية، طيب هذه واقعة أليمة، واقعة تاريخية، واقعة هالقد عظيمة. صحيح. نحن كيف بدنا نوصلها للطفل بأسلوب جاذب
ومحبب وبأسلوب بسيط وسلس. كيف تقدروا توصلوا هيدي الفكرة بالضبط؟ يعني أنا هلأ هون مش وظيفتي فقط، أنا يمكن عم نحكي نحن كفنون عامة أو حتى كحكواتي أو حتى بكتابة القصص، لأنه كتابة القصص العشورائية يعني هو تحدي جدا عالي وجدا كبير. أنا بدي أكتب وبدي وصل واقع عظيمة بأسلوب مبسط بعيداً عن الدماء، بعيداً عن السفك، بعيداً عن السيوف، المصطلحات الصعبة والقاسية، المصطلحات اللي هي بتترك أثر سلبي وما بتترك هيدا الأثر الثوروي والأثر الثأر اللي نحن إن شاء الله بدنا ناخده مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فأنا بخاطب الأطفال أول شيء بحسب فئاتهم العمرية وبحسب اهتماماتهم واحتياجاتهم، وهنا ضروري جدا أنا أكون ملمة ومطلعة على الاحتياجات المراحل العمرية اللي بمر فيها. يعني احتياجات الطفولة المبكرة أنا هيدا الخطاب اللي بخاطبه معهم. ممكن هون نحن نحكي ما بين المزج ما بين الواقع والخيال. كثير لأنه أوقات تقريب الصورة يمكن أحسنت لهذا. الخيال هو بعامل محبب عند الأطفال وعامل جذب وتشويق. طيب أنا سيرة حسينية واقعية، بدي أنا أدخل عامل هيك يجذب الأطفال ولكن أنا ضلني بقلب الواقع. مثلا أنا لما بدي قارب مفهوم الحر الرياحي، مفهوم الحر الرياحي أنا قاربته بغيمتين، الغيمة الرمادية والغيمة البيضاء. الغيمة الرمادية اللي هي ما كانت بدها تحجب الشمس الحارة على خيام الإمام الحسين، فهي كانت عم تشوف الغيمة البيضاء. أنا هون كمان حطيت الموقف ما بين موقف الخير وموقف الشر، عم تشوف الغيمة البيضاء كيف هي عم تحمي الشمس، عم تحجب الشمس عن الأطفال خصوصا، وعم تحاول هيدي الغيمة الرمادية تحاول تدفش الغيمة البيضاء. حاولت أنا هون برموز حسية، لا حسية لأنه هيدي الواقعة هي لنا مجرد ولنا محسوسة عند الأطفال، هن شيء ما انو شايفينه، هن فقط عم يسمعوا. فأنا بطبيعة الحال أحسنتي، أنا بطبيعة الحال بدي دخل رموز هن بيعرفوها، هن بيقلفوها، هن شايفينا، لحتى أنا قارب وأكثر يعني قرب هيدا المفهوم بطريقة حسية جميلة. فأنا هون رجعت حاولت أعطي هيدا الصراع إن صح التعبير ما بين الغيمة الرمادية ما بين الغيمة البيضاء، لحتى الغيمة الرمادية اتحدت مع الغيمة البيضاء، وأنا هون فتت بشخصية الحر، هيدي الشخصية اللي هي كانت متزلزلة ما بين الخير والشر وما بين الرمادي وما بين الأبيض. حاولت أنا أدخل هيدي الرموز، ولكن هون قبل ما المشاهدين هلأ يمكن يقولوا أنه نحن كيف بدنا ندخل خيال بهيدي الواقع العظيمة، أنا بدخلها بطريقة بسيطة جدا فقط برموز، ما بحط أنا جدا مثل ما بيقولوا سقف عالي للخيال ابدا، انا بحاكي السيره الواقعيه كما هي السيره الحسينيه. عنصر الخيال اللي بتشتغل حضرتك، عنصر الخيال بيدخل يعني فقط بالرموز اللي انا بدي ادخلها. يعني مثلا على فرضا سيره الطفل الرضيع، انا بدخل هون فراشه، هيدي الفراشه كانت عم تنتقل من خيمه لخيمه، انتقلت على خيمة القاسم، انتقلت على خيمة علي الأكبر، انتقلت على خيمة سيدة زينب، وصلت سمعت صوت الطفل الرضيع. هذه الفراشة هي ما كانت بواقعة كربلاء، ولكن أنا دخلتها كعنصر محفز ومحبب، كعنصر خيال، لأنه الفراشة هو رمز واقعي حسي قادر الطفل هو يتلمسه وقادر أنه يشوفه بحياته الواقعية. وحتى هون أنا بلعب أكثر كمان دور أنه الطفل عاطفيا يتقرب. يعني نحن هون الفراشة أنا قربتها أنه هي عاطفياً لامست اللي عم بيصير مع الطفل الرضيع، فهني صاروا يعني مثل ما بيقولوا يتقربوا عاطفياً مع الطفل الرضيع، وأيضاً مع موقف الفراشة اللي هي حاولت تروح وتجيب المي كمان للطفل الرضيع. فأنا كأنه عطيت شخصية إضافية دخلتها بهيدي الحكايات، وأعطيت أنه نحن إذا كنا بواقعة كربلاء نحن رح نكون مثل الفراشة، نحن رح نتحرر بجوانحنا لحتى نحمي الطفل الرضيع ولحتى نجيب المي للطفل الرضيع. لهيك المزج
ما بين الخيال والواقع هو مش عملية على كل سهلة. أنا وغدير بعتقد حتى مستمتعين صرنا عم نسمع على قصة الله يسلمك ونروح بخيالنا. طيب إذا بدي أسألك اليوم أبدي صحي وتربوي أنه الأطفال يلي بمراحل عمرية صغيرة يروحوا على المجالس الحسينية مجالس العزاء المخصصة للكبار عم يسمعوا هيدي السيرة اليوم بشكل التقليدي خلينا نقول صح أدي اليوم صحي وتربوي أنه نصطحب هالأطفال معنا؟ أنا بصراحة أي معالم للقيم العاشورائية كلها بلاقيها صحيحة. يعني اللباس الأسود هو صحيح، المضائف هو صحيحة، توزيع المحارم مثل ما تفضلت أخت غدير هو صحيح، مشاركة الأطفال مع أمهاتهم لكل يوم ينتظروا هيدا الوقت اللي هن بيصيروا يسألوا عنه إنه ماما نحن إمتى بدنا نروح على المجلس. أنا بلاقي هيدي التغذية السليمة، نحن عم نرجع لفطرتنا السليمة الحميمة والعاطفية قبل ما تكون هيدي منطقية. هيدا الربط، الربط الروحاني، الربط الروحاني مع مجالس أبا عبد الله الحسين هو أمر سليم وحميد. ولكن بيبقى السؤال، هل ما يتم الاستماع له للأطفال هل هو سليم وصحي؟ يعني هل المجلس العاشورائي التقليدي يتناسب نعم مع الفئات العمرية؟ نعم، لأنه بعدنا عم نحكي بما تحتويه عن أحداث، صور، مصطلحات قد تدخل الدماء، أو حتى هيدي يمكن الصور قد تكون صعبة على الطفل أنه يستوعبها بشكل يعني بشكل إيجابي مثل ما نحن بدنا إياه. صحيح، نخدم هيدا الهدف. حتى كمان هون وكمان حميد أنه يكتر أسئلة الطفل كتير من بعد المجلس، بيكتر السؤال انه طيب كيف الامام الحسين، يعني هل هو استسلم للموت؟ طيب هو كان عارف انه هو رايح يموت. ابسط من هيك استاذه سحر، اوقات حتى بيسالوا انه من هو الامام الحسين؟ يعني احسنتم، يعني كم يوم انا كنت بمجلس طفله عمره 5 سنين عم تسال والدتها انه ليكلهم عم يبكوا. ليكلهم عم يبكوا. نحن هون وظيفتنا التربويه كاهل، لهيك انا بقول نحن كل اهل، كل ام وكل اب وكل اخت وكل قائده وكل كشفيه، وظيفتها التربويه انها توضح وترجع توضح بالطرق المبسطه لحتى ما نحن نترك اثار سلبيه واسئله مفتوحه ما إلها اجوبه. حتى هون كمان نصيحه للامهات، انه اوقات يمكن الام او الاب ما يعرفوا الاجابه لهذا السؤال، فنحن مش غلط نقول ماما بكره بجاوبك انا عليها. خلي الام وخلي الاب يطلعوا يبحثوا، يسالوا حتى عالم الدين، يسالوا حتى يمكن قارئه. ولكن انا بطبيعه الحال دائما بنصح للاطفال وللفئات العمريه هن يتوجهوا للانشطه مخصصه لاعمارهم. ليه؟ لانه هذه الانشطه هن باساس التخطيط قبل التنفيذ، هن مخطط لهم لحتى يناسبوا المستوى العمري للاطفال بكافه مراحلهم بكافه احتياجاتهم. نحن عم نحكي الاحتياجات الثقافيه العاطفيه الاجتماعيه حتى وحتى العقائديه، فاكيد الاطفال يكون متواجدين بأنشطة لهم أكيد أفضل، ولكن مشاركتهم مع الأم وحتى سؤالهم أو حتى هنو عم بيشوفوا أنه ليش هيدا الجمع الكبير عم يبكي على الإمام الحسين، هيدا المشهد على مر سنين بيفتح عنا قصص وحكايات أنه هيدا الإنسان العظيم نحن مش شايفينه، نحن ما بنعرفه، ونحن لحد الآن ما لنا سهل تقنع الطفل. أستاذ سحر أحسنتي، بعدنا بنبكي عليه، جيل الناشئة اليوم يلي بيحكي بتفاصيل يمكن في بإيده الأجهزة الذكية. أحسنتي، الأجهزة الذكية اللي هي نحن تحدي إضافي. يعني أنا هلأ بدي أعطي عن جد يمكن مثال لأطفالي، نحن في أجهزة ذكية بالبيت ولكن لمقدار معين، لما يوصل وقت النشاط الكشفي كل شيء بيتركوه من ايديهم، كل شيء. انا هيدا الامر بيعمل عندي اطمئنان، وانا هون كمان بدي اعطي يمكن الدعم والتحفيز للانشطه الكشفيه اللي عم تقام، اللي هي عم تاخذ يعني على عاتقها هيدي المسؤوليه. وانا هيدي التغذيه الراجعه اللي عم باخذها من طفله هي تغذيه راجعه لكل الاطفال ولكل المشاركين نتيجه رغبتهم لهود الاطفال انه يشاركوا. طيب هود الاطفال عم بيشاركوا، لكن بالمقابل في أنشطة مخطط إلها، وفي أسلوب عم بتم توضيح مباشر للسيرة الحسينية بما يتناسب نعم. معهم. على سيرة الأسلوب يعني أستاذة غدير، نحن بنعرف أكيد ذكرى عاشوراء في فرصة مهمة لكشافة الرسالة الإسلامية، يمكن جميع الكشافات المهتمة طبعا أنه تجذب هيدي الجيل الناشئ الجديد والأطفال تحديدا. كنا عم نحكي عن الأسلوب الجذاب واللافت قد بيكون فعلا هو بيسهل عملية استقطاب هول الأطفال. اليوم بدي أسألك،
كيف بتقدروا كل سنة كيف تشتغلوا حتى لحتى يستمر هيدا الإبداع ببرامجكم؟ نحن أكيد بنعرفه دائما قد بتتعبوا لحتى ما تكرروا نفسكم بكل سنة. في طريقة معينة؟ في تخطيط معين؟ بداية وتأكيدا على اللي قالته الأستاذة سارة أنه عالميا النظام التربوي متوجه نحو الأنشطة، يعني عالميا نحن عم نروح صوب الاساليب اللي فيها حيويه اللي فيها نشاط، عم نطلع من خبريه الورقه وقراءه الموضوع مثل ما هو. التوجه التربوي والاكاديمي بشكل عام صار حتى بالمدارس نحن نتوجه لانشطه فيها حيويه فيها جذب فيها اسلوب غير فيها اسلوب متنوع. من احد الاساليب يمكن اللي نحن بنعتمدها هي اسلوب القصص او اسلوب انه نحن نروي على طريقه قصص معينه نمثل تمثيل ادوار. وهون كمان بدي اعلق على موضوع الخيال. يمكن من الخصائص العمريه للاطفال هو حب الخيال وحب الاكتشاف وحب الاختراع، يعني بتلاقوا الاولاد الصغار بحبوا يخترعوا اشياء جديده، بيخترعوا قصص مش موجوده. فمن هيدا الحب اللي هن عندهم اياه نحن بنستغل هيدا الموضوع لنوصل لهم الفكره بطريقه جذابه ومبسطه. القصص هي اسلوب من الاساليب اللي بنعتمدها. يمكن ذكرت المواهب هون، مثل انت بتجذب الولد انه هو عنده موهبه معينه يعني صح. بحب يجي هون. نحن مش بس بنسمعه، نحن بنسمعه وبنشتغل على الموهبة اللي عنده اياه عنده اياها. واكبر مثال انه عنا نحن هلا قراء عزاء، هن كانوا افراد كشفيين هلا هن عم بيقروا عزاء، قراء قران، ممثلين مسرحيات عشوائيه وغير عشوائيه، هن كانوا يمثلوا بالنشاطات الكشفيه. يمكن النقطه الثالثه انه نحن بنفتش على الاساليب اللي فيها جذب. يمكن من اوقات كثير بنحضر فيديوهات على الايباد، يمكن فيديو على الكمبيوتر على الشاشة بالمقر، يمكن نضطر نلعبهم لعبة معينة لنوصل فكرة عشوائية معينة. في سنة من السنوات عملنا لهم مثل إكس على الأرض ولكن فيها المحطات الحسينية، يعني هني كيف عم بيكبوا الحجرة ويوصلوا على محطة معينة يعرفوا قصة معينة هناك. فأنت بدك توصل للولد بالشي اللي هو بحبه. ومثل ما ذكرت قد صعب هلأ بوجود الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية، عندك محارب يعني واقف فعلا بالمصار. العالم الافتراضي بشكل عام هو محارب، بس هون كمان بيرجع الدور يمكن شوي للحدود اللي بتنحط من قبل الأسرة، ونحن قد ما نقدر نكون جذابين بطريقة معينة لحتى مثل ما قالت الأخت ينطر الكشف في هيدا الوقت اللي له علاقة بالكشاف لحتى يروح. الأساليب كتير وتقنيات الحيوية والنشاط يمكن هي أبرز عنوان عنا منفتش عليه لحتى يضل الفرد بخلال عرضنا للفكرة، كانت عشوائية ولا كانت غير عشوائية. أي نشاط كشفي بده يكون في تقنيات حيوية، نشاط، جذب. وبنفس الوقت بنشتغل كتير على نظام الثواب أو التحفيز. يعني أنت لما بتقولي يلا حنعمل هيدا النشاط وحيطلع من عنا اثنين أو ثلاثة حياخد الهدية المعينة أو حياخد هيدا الذكرى المعينة، شيء لو كان شيء بسيط كلنا بنعرف أنه هاي المرحلة العمرية الصغار بينطروا الشيء اللي بدهم ياخدوه، بينطروا الهدية، بينطروا الكلمة برافو برافو أحسنتي عملتي شيء كتير منيح، كلمات وجمل تشجيعية كتير بينطروها. خاصة العمر اللي بدنا نقول ما بين الست سنين لل 13 سنة، هيدا العمر كتير يمكن من خصائصه العمرية أنه هو بحب المدح، بحب الواحد يقول له انت عملت منيح حتى اذا هو كان عامل شيء غلط. نحكي بالطريقه الايجابيه شوي. يمكن هون كشفيا بلشنا من زمان، يعني يمكن قبل ما بلش المدارس بموضوع الانشطه التربويه، يعني فينا نقول نحن من اول ما بلشت احياء عاشوراء للاطفال او مجالس فتيه سيد الشهداء بلشنا بالاساليب اللي بتعمل جذب للاطفال. وهذا اكبر دليل انه هلا احنا كل سنه مش نفس الاشخاص، عم بيكون في اكثر موجود بمجالس فتيه سيد الشهداء عم بيشاركوا بالانشطه الكشفيه وعم بيشاركوا بالمجالس العاشورائيه كمان بنفس الوقت. اذا بدنا نحكي عن مجالس، فعلا مجالس فتيه سيد الشهداء عليه السلام، هيدي الانشطه المختلفه قد ايه فعلا هي عم بتساعدكم انه تأسسوا لهيدا الجيل الحسيني؟ شئنا ام ابينا، مجرد ما انه فينا نقول يمكن المشي نحو المجلس او الذهاب على نشاط عاشورائي هون بلش يكسب اجر وبلش نبني ونزرع فيه حب الامام الحسين عليه السلام. فكيف اذا وصل بلش يسمع الافكار، وصلنا له الافكار بطريقه جذابه باسلوب حلو. فينا نقول نحن هون مثل ما بيقولوا نحن اوقات المجلس بيكون طريق للهدايه، ونحن بنستغل عاشوره للتقرب من الله عز وجل. يمكن على صعيد الراشدين كمان على الصغار عم بتكون مرحله انتقاليه عندهم. كثير بنات بتنطر بعد العاشر بتروح بتتحجب، بعد العاشر كثير يجي لعنا انه قائدي انا بدي صلي، حابة بلش صلاة، حابة اتعرف على شيء معين. سبحان الله الإمام الحسين بحد ذاته هو فينا نقول يعني هو المسبب، وهو مدرسة، هو مدرسة
بدنا نجرب نستغلها، نحن بنجرب نستغلها قد ما بنقدر لنوصل للي بدنا اياه، نوصل انه نزرع ثقافه ايمانيه عقائديه صحيحه عند الفرد، لانه مش بسهوله بهلا بظل التحديات اللي موجوده بالمجتمع تقدر تبني شخصيه موزونه عقائديا واجتماعيا بنفس الوقت. يعني نعم، على سيرة عقائديا واجتماعيا استاذة سحر، اليوم قد ايه فعلا كحكواتية بتآمني يعني وبتشعري بالمسؤولية بعملية زرع هيدي الثقافة ان كان بالقصة ان كان بالانشطة مثل ما قالت غدير او ان كان حتى بالكلمة بالقلم، قد ايه اليوم بتشعري فعلا عليك مسؤولية، وخاصة اذا عم نحكي عن حكاية تتعلق بالسيرة الحسينية باهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني فعلا مسؤولية كبيرة. صحيح، انا دائما بقول وحتى حطيت شعار على قناتي على اليوتيوب أن أزرع بذرة طيبة لكل من يقرأ ويستمع لقصصي وحكاياتي، ودائما حتى بقول بيني وبين نفسي عملي هو مش وظيفة. نعم. يعني مش وظيفة أنا بخلص في أجر معين في راتب معين، أبدا عملي هو رسالة وهو قيمة، خصوصا لما أنا عم أقدم القيم اللي صارت بعاشوراء. أنا مش حتى وظيفتي الفنية أنا خاطب فقط الجو الشكل العام، أنا بدي خاطب بالجوهر، بدي خاطب القيم، قيمة الصبر، قيمة الإيثار، قيمة التعاون، قيمة الرحمة. يعني لما رحمت الإمام الحسين أنا خاطبتها بقصة، يعني أنا كنت هلأ بسفري بالعراق وعم يبعثوا لي الأصدقاء هون من لبنان عم يحضروا هود القصص، شعرت قد إيه إنه في هيدي المسؤولية أو هيدا الأثر الطيب اللي أنت فعلياً عم يبقى بنفوس الكبار والصغار. رحمة الإمام الحسين، طيب رحمة الإمام الحسين اللي بليلة التاسع، الإمام الحسين كان عم بشيل الأشواك عن الأرض، أنا كيف قربتها قصصياً؟ قربتها بشجرة كبيرة، هيدي الشجرة كبيرة كانت عم تنمو حدا شجار صغار وإلهم هيك ثمار طيبة، إجا الحطاب بده يقطع هيدي الشجرة، أم الشجرة الكبيرة مدت كل أخصامها لحتى تحوي الشجر الصغير، فأنا قربت الشجرة الكبيرة الطيبة بشخصية الإمام الحسين اللي بليلة التاسع كان عم بيحاول يشيل الأشواك عن أقدام الصغار. طيب هيدا الموقف الصغير ممكن ما يتطرق له الخطيب الديني أو قارئة العزاء، الرحمة هيدي القيمة، حتى رحمة الإمام، لأنه نحن دائما منروح صوب القتال والسيوف والدماء، طيب هيدي الرحمة أنا كيف بدي وصلها؟ حاولت أنا وصلها بهيدا الأسلوب القصصي. أنا دائما حتى بعد ما أطلع من الحكايات برجع بشعر بيني وبين حالي انه هل انا اديت حق الامام عليه السلام، هل انا اديت خليني انا اقول الحكواتيه الاولى سيدة زينب عليها السلام اللي هي حملت الرسالة، اللي هي حملت هيدي الرسالة وصلت لنا اياها. فانا اذا بدي امشي على هيدا النهج وعلى هيدا الخط انا برجع بنظر للسيدة زينب عليها السلام، هل انا وصلت الرسالة الصح؟ هل هيدا بما يرضي ويرضيكم ويرضي الامام زين العابدين؟ لانه كمان هو كان حكوات معه اللي وصل لنا. فانا بشعر انه هيدي الرسالة هي رسالة على مر الازمان نحن بعدنا متمسكين فيها، ولولا هيدا التمسك ولولا هيدا الإخلاص أيضا بالعمل ما كان في توفيق من الله عز وجل. بده يكون في هيدا الحبل يا بده يتزعزع، طالما في موفقية وفي رضا أهل البيت عليهم السلام وحفظ هيدي الرسالة فنحن إن شاء الله مكملين فيها للكبار إن شاء الله وللصغار. نعم إن شاء الله أكيد. مأجورة يعطيك ألف عافية، فعلا مثل ما قلنا كل شخص من مكانه، من إن كان من هيدا المنبر إن كان من حكايات حضرتك أو بأنشطة غدير المسؤوليات اللي متحملتها، فعلا بيقدر يكون مناصر لقضية الإمام الحسين وآل البيت عليهم الصلاة والسلام. أستاذة سحر شحادي، حضرتك حكواتي وكاتبة قصص أطفال، سعدت كثير انك كنت ضيفي، على امل ان شاء الله نلتقى بحلقات اخرى. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. اكيد امينه البرامج والتدريب لشؤون الاخوات في كشافه الرساله الاسلاميه استاذه غدير عباس، نحن رح نتابع كلمه سواء ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. من جديد اهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعي اذاعه الرساله، عم نتابع واياكم كلمه سواء في هذه الحلقه الاستثنائيه العاشرة. يا برحب فيك من جديد امينه البرامج والتدريب لشؤون الاخوات في كشافه الرساله الاسلاميه
السيدة غدير عباس، أهلا بك. كنا عم نحكي قبل الفاصل أكيد عن أهداف المسيرات العشرائية وهذه المواكب المنتشرة هيدي السنة، مؤازرة أكيد للقضية الحسينية ولأبطال كربلاء عليهم السلام. كنا دائما نرى هيدي المواكب يمكن على طريق الأربعينية، هيدي السنة غدير منشوف لا، أنه في مضافات حسينية كتير بأكثر من منطقة بدون تمييز بأي بقعة جغرافية، إن كان ببيروت إن كان بجنوب إن كان أيضا ببعلبك وغيره. اليوم حبيت أن يكون معنا أستاذ حسن حمود، متطوع في موكب الإمام الحسن المجتبى بمنطقة برج البراجنة، لنحكي هيك شوي نحن وياه أكثر وندردش عن هيدي المضافات والأهداف منها وإلى آخره. حسن يعطيك العافية وعظم الله أجرك. أجرك أعظم، الله يعافيك. نعم حسن، اليوم إذا بدي أسألك برأيك يعني كيف بتفسر انتشار هيدي المضافات الحسينية والمواكب بظل هيدي الضائقة المادية التي لا تخفى على أحد؟ بنعرف بلبنان لنا فترة للأسف عم نعاني من تدهور بالوضع الاقتصادي وعملة لبنان الرسمية، كيف بتفسر أنه في يعني المضافات الحسينية الكتيرة رغم أنه في ضائقة مادية واضحة؟ للصراحة هيدي السنة أول سنة الأب بنشوف شيء بكبر قلب، خاصة بالضاحية الجنوبية أو على صعيد لبنان، لأنه في ضائقة اقتصادية كتير كبيرة لانتشار مواكب حسينية على كل الطرقات، حتى فيش مسافة كبيرة بين موكب وموكب. هيدي السنة كل المواكب الحمد لله تيسرت معها وقدرت تأمن مبالغ مالية كبيرة، شيء عم بوزع أكل، شيء عصير بهذا التأس المشوي، الحمد لله شيء بكبر القلب، وسنة عن سنة المواكب عم تزداد والمجالس الحسينية كلمان عم تكبر وتكبر. نعم طيب خلينا اليوم نحكي أكثر عن موكب الإمام الحسن المجتبى ببرج البراجنة اللي حضرتك متطوع فيه، من وين إجت هيدي الفكرة؟ مين أخذ القرار أنه بدنا نعمل هيدا المضيف؟ نعم وبدنا نوزع فيه، هلا حضرتك قلنا شو عم بتقدمه. نعم، موكب الإمام الحسن المجتبى هو موكب أسس سنة 2019 بالواحد من شهر رمضان، هو اللي بيوزع وجبات يومية للعائلات المتعففة بشهر رمضان، وصلت لأكثر من 2000 وجبة. نحن بسنة 2020 بداية كورونا كنا 7-8 شباب الله يوجه لهم الخير وعلى رأسهم قائد حسن علاء الدين، أسسنا هذا الموكب على باب مدخل قيادة حركة أمل، كان موكب صغير من سنة 2020 وسنة عن سنة الحمد لله عم يكبر، وسنة عن سنة على الزياد بالتبرعات لأنه العالم عم توسق، نحن شو عم نوزع سنة عن سنة الموكب كل ما أنه عم بيكبر، وهذه السنة صار كتير كتير ضخم وكبير الحمد لله، ما بعرف إذا حتعرضوا صور. عم نقدم نحن يومية حاليا بسنة 2023 عم نقدم وجبات يومية أو سندويشات يومية حسب كل يوم عم نقدم شيء. الحمد لله ثقة العالم فينا هي أساس، لأنه كل المتبرعين يلي عطونا عم بيشوفوا مالهم وين عم بيروح من خلال الوجبات اللي عم وزعها، ويوميا عم نوزع مي، عم نوزع عصير مثلج عشان التأس، عم نوزع كيك، عم نوزع أوقات شيء حدا بيقدم لنا حلو، وعم نوزع يوميا أكثر من 300 ل 400 سندويشة أو حتى وجبات، عم يوصلوا لل 500 وجبة يوميا الحمد لله. هذا فضل الله وفضل العالم اللي عم تتبرع لنا. طبعا حسن إذا بدي أسألك، طيب كيف عم تقدروا تضمنوا أو تأمنوا استمرارية هيدا الموكب؟ منا سهلة يعني، شفنا الصور ما شاء الله يعني عدد مهم ولافت من الطعام وحتى المياه مثل ما حضرتك عم بتقول، كيف تقدروا تأمنوا هيدي الميزانية لاستمراره؟ صراحة نحن يومية عم يندفع مبلغ كبير، المتبرعين المتواجدين يلي كل سنة عم يتبرعوا لنا وسنة عن سنة عم بيزيدوا، هذا مثل ما بيقولوا ثقة لحتى العالم عم تعطينا سنة عن سنة، ويوميا نحن عم يوصلنا أموال بظل هذه الضائقة الاقتصادية اللي حكيتي عنها قبل شوي، عم نتوفق يوم عن يوم. والصراحة هذه السنة أنا يعني متفاجئ، يعني كان واصلنا مبلغ صغير قبل بداية محرم تقريبا بشي أسبوع، بعد بأسبوع كان معي هذا المبلغ يعني صار دبل، صرت أنا يومية عم زيد بكمية الأكل، عم زيد بكمية المي اللي عم نوزعها، لأنه الحمد لله ميسرة وكتير الحمد لله نشكر الله يعني.
طيب منا سهله اكيد حسن انه تقوموا باعداد الوجبات انتم شخصيا او حتى ان كان الاخوان يعني صحيح. رفقاتك او حتى الجيران، هل يعني اكتسبتوا الخبره انتم من حدا او عم بيكون معكم فعلا شخص؟ وصراحه بدي اروح ابعد من هيك، نحن بنعرف هلا نحن بموسم صيف في تحذيرات من موجات الحر، بنعرف قد ايه للاسف عم بيصير في حالات تسمم ببعض المطاعم المعروفه، كيف عم تقدروا تراعوا معايير او شروط يعني النظافه يلي متعلقه بالطعام؟ بنحكي عن طبخ اكل بالشارع مثل ما بنقول منا سهله، عم تاخذوا بعين الاعتبار هذه المعايير؟ اكيد. هلا بدايه نحن يوميا حوالي 16 خادم، كل خادم مقسمين الادوار على بعض، كل خادم مستلم شيء، شيء مستلم الماء، شيء مستلم العصير، شيء مستلم التنظيف، كل هالتفاصيل. الحمد لله على اكيد المعايير الصحيه نحن عم نلتزم فيها، يعني الخدام اللي عم بيكونوا موجودين في معايير عم نلتزم فيها من الوقايه لحتى تكون ثقه العالم فينا كبيره نحن بنقدم شيء للعالم. واكيد اي شيء عم نقدمه مثلا ما عم بيكون في توم او مايونيز لانه التأس هذا ممكن يؤدي لحالات تسمم لا سمح الله، فاغلبيه الاكل اللي احنا عم نقدمه ما عم بيكون موجود فيه توم او مايونيز او ما شابه ذلك. فالحمد لله عم نتوفق من هذه الناحيه، والكل عم يلتزم بالاجراءات بالوقايه اللي احنا متبعينها لانه في عالم مختصين بهذا الموضوع عم بيكونوا متواجدين، وال16 خادم كلهم الموجودين عم بيكونوا ملتزمين بالوقايه لانه يعني مسؤوليه كثير كبيره، العالم برقبتنا مثل ما بيقولوا، والتأس هو عم يلعب دور كبير انه نحن ننتبه اكثر واكثر لانه شيء مش سهل انك انت تحطي حدا برقبتك مثل ما بيقولوا اذا انت بدك تطعمي العالم. نعم مسؤولية، وخاصة بهيدي الأيام الفضيلة. طيب أخ حسن، إذا بدي أسألك سؤال هيك شخص شوي، ما هو الأثر النفسي اللي بتتركه هيدي التجارب بهيدي المواكب بهيدي المضافات الحسينية؟ يعني بعدنا عم نقول مضيف حضرتكم يمكن يعني اسمه أكيد الإمام الحسن المجتبى، أبدي فعلا هيدي المواكب وهيدي الأعمال الخيرة والصادقة أكيد والمعطاءة تترك أثر نفسي إيجابي على شخص الإنسان، وعم بحكي أكيد عن شخص حضرتك، شو الأثر النفسي؟ لكن اليوم أي شيء نحن أي شيء نحن اليوم بنقدمه للإمام الحسين بنحس براحة نفسية، كل التعب والجهد يلي قدمناه بهون قدام مصيبة كربلاء قدام سب السيدة زينب. نحن اليوم عم نفرجي لكل العالم قديش نحن متمسكين بثورة كربلاء والثورة اللي عملها الإمام الحسين، وكمان عم نفرجي نحن كيف لما عم نحيي عاشوراء وكيف المواكب سنة عن سنة عم تكبر والمجالس عم تكبر والبكاء والجزع على الإمام الحسين كل مانو عم بيزيد بالعالم، مش بس على صعيد إنه لبنان، عم نحكي على صعيد العالم. هذا الشيء بفرجي قديش عم يترك الإمام الحسين أو الثورة اللي وجهها الإمام الحسين قديش عم تترك أثر فينا. نحن بعدنا لحد اليوم من 1400 سنة وأكثر نحن متمسكين بالإمام الحسين وبالقضية الحسينية، ونحن بحركة أمل أكيد أمل إرثة وفي ثورتك يا وارث الأنبياء، نحن اليوم عم نتمسك بثورة الإمام الحسين يوم عن يوم، والمواكب كل مانا عم بتزيد، إن كان المواكب اللي تابعة لكشفة الرسالة الإسلامية أو لحركة أمل، بس نحن اليوم عم نحكي على صعيد العالم، كل العالم سنة عن سنة المواكب عم تزيد والمجالس عم تزيد، وهذا الشيء مؤشر الحمد لله شيء كثير منيح وبيطبر القلب. نعم نعم حسن، كان بتسألك أخت غدير يمكن مش بس سؤال، هي يمكن تعقيب نقطتين. نعم. أول نقطة ويمكن هو بيأكدن علينا هلأ بس خلص، أول نقطة هو قال إن هن بيوزعوا الأدوار وعم بيكونوا 16 أخ أو أخت مع بعض، يمكن هلا باكد علينا اوقات بتكوني قاعده انت بالموكب بعدين عم بتحضروا بتلاقي صورته 20 30 واحد 40 واحد ما بتعرف العالم من مين اجت، بتلاقي التحضير في مساندة لحالها اجت. صح. النقطة الثانية الملفت بهالمواكب انه منا موجهة لحدا معين، مين ما مرق على الطريق، وهلا باكد علينا كمان الاخ حسن، مين ما مرق على الطريق عم ياكل، مين ما مرق على الطريق عم ياخذ، الغني غير الفقير، اللبناني اللي مش لبناني، اي حدا عم يمرق اللي واقف على الموكب ما عم بيساله. نعم. عم بيعطي من دون ما يساله، يمكن اوقات اللي بقيوا بالموكب ما بياكلوا، ما بيلحقوا اساسا يذوقوا الاشياء اللي اشتغلوها، فهو الشغلتين هلا باكدهم علينا هو اذا فعلا قد عم بتكون الحماسه موجوده وقديش عم بتكون العالم متجاوبه معنا بهالمواكب يعني. قديه بتنبسطوا حسن فعلا لما بتشوفوا هذا التفاعل؟ نعم نعم. قديه فعلا بتكونوا فرحين بهذا التفاعل اللي عم تحكي عنه الاخت غدير؟
تفاعل الناس معكم؟ للأمانة نحن كمية الأكل اللي عم نقدمها للعالم يعني بتحكي من 300 ل 400 وجبة عم نوصل لل 500. نحن أوقات عم بوقت قياسي عم نكون عم موزعين كل الأكل وعم نشوف كيف العالم الكمية؟ قديش عم بتساعدنا. يعني نحن عم نكون 16 عم نوصل أوقات لل 20 ولل 30 لأنه لنلحق، وفي عالم صدقا ما بعرفها بتيجي تقول لي فينا نساعد، بقول لهم أكيد وتفضلوا، وبتقول للشباب الموجودة أكيد الكل بيقولوا تفضلوا ساعدونا، لأنه أوقات يعني ال 16 ما بيكفوا على ضغط العالم وعلى الحماس الموجود وعلى الوقت القياسي الصغير يلي الأكل عم بيروح فيه. يعني نحن بنبلش كل يوم يوميا بنبلش 5:30 تحضير، هو ببلش اكيد قبل بثلاث اربع ساعات، بس انا عم نحكي بالتوزيع بنبلش 5:30 نحن عم نخلص 7:30 بظرف ساعتين، نحن عم نكون موزعين كل هالكميات اللي عندنا، كل هالكميات عم توزع على عدد كبير من العالم، وبنفس الوقت في خدام انا ما بعرفها عم تيجي تخدم معنا، واني متطوع انا والشباب يعني نحن اللي مستلمين اداره الموقف، في عالم ما بنعرفها بنقول لهم اكيد تفضلوا واجروا معنا، لانه اوقات ما عم نلحق والحمد لله. نعم أكيد، نحن يعني بنثني على هيدي العطاءات اللي حضرتك عم بتقدمها، والأخوان معك وكل الأخوان بكل لبنان وكل بلاد العالم. الأخ حسن سلمان حمود متطوع في موكب الإمام الحسن المجتبى، نحن بدنا نشكر إطلالتك معنا، وطبعا دعواتنا إلك بالتوفيق بخطواتك طبعا تجاه الإمام الحسين سيد الشهداء، عظم الله أجرك ويعطيك ألف عافية. مشكورين ومأجورين ويعطيكم العافية. نعم، يعني أخت غدير لعله أكيد من أنجح الأساليب التربية بعصرنا الحالي أن يكون في هناك مثل يحتذى به أو يحتذي به الطفل داخل المنزل أو يمكن الطفل بالمدرسة إلى آخره. اليوم لما بنحكي قصة عاشوراء، هيدي قصة أبطالها عظماء يجسدون المثل الأعلى، لما بنحكي عن الأب الغيور على أطفاله، لما بنحكي عن الأخ المعطاء لأخه أكيد بدون مقابل، لما بنحكي عن النساء اللي بيوقفوا بقوة بمجلس يعني مجالس الطغاة، نرى أيضا الأطفال اللي بيظهروا بالقصة بأدوار بطولية ونموذجية. اليوم قديه بيشتغل الكشاف، كشافة الرسالة الإسلامية فعلا على المثل الأعلى، على المثال الأعلى. ومن هو المثل الأعلى؟ بالكشاف، يعني اللي بيطمح له أنه يتربى هيدا الطفل الموجود بين إيديهم بأمانتهم على سيرته. هلأ تربوياً نحن عنا شيء من له أسلوب تربوي هو التربية بالقدوة. نعم. يعني نحن لما بنكون عم نربي طفل معين ما بقول له اعمل هيك، لا بعمل قدامه هيك لهو يصير يعمل. جميل. هيدي من الا اسلوب تربوي موجود يمكن بالمدرسه، لازم يكون موجود بالمنزل، ولازم يكون موجود بالجمعيات الكشفيه والاهليه اللي بتساعد على تنشئه هذا الطفل. بعاشوراء ما اكثر القدوه، يعني نعم. اكثر في عنا اكثر من قدوه، وفي صح. عنا اكثر من مثل يحتذى به من قبل الاطفال. الصعب كيف تقدمي للطفل، كيف تقدمي هيدي القدوة للطفل. نعم. يعني انت لما بدك تقدمي السيدة زينب على أساس انها هي قدوة، بدك توصلي له للطفل او بدك توصلي للفتاة كيف هي قدوة. هي قدوة بالصبر، هي قدوة انها تحملت، هي قدوة انها كانت الوسيلة الإعلامية الحسينية ما بعد الإمام الحسين. وهون بنرجع للأساليب، هون بنرجع للتقنيات اللي بنستعملها لحتى نوصل هالأفكار. قد ايه مهمة هيدي القيم، هيدي القيم أخت غدير، قائدي غدير، هيدي القيم اللي أنتم عم بتضووا عليها فعلا. لما عم نقول السيدة زينب عليها السلام هي السيدة الصبورة أم المصائب المضحية، فعلا قديه بتركزوا على هيدي القيم من خلال القدوة. يمكن عاشورة هي أكثر مناسبة مدرسة. فيها قيم. نعم، أكثر للقيم. مدرسة للقيم المختلفة والمتنوعة، من الصبر للتعاون لقيمة الأصحاب لقيمة الأسرة. وهلأ قد لازم نحن نكون متمسكين بقيمة الأسرة الصحيحة مثل ما هي، لقيمة الانتصار الحق على الباطل، للقيمة المتعلقة بالرحمة والسماح اللي كانت عم تحكي عنه الحكواتية من شوي. الإمام الحسين قديش كان إنسان سموح، قديش كان إنسان رحيم، كيف سامح اللي كانوا عم بيأذوه بآخر لحظة، قديش كان إنسان صبور وبنفس الوقت عقلاني، عم بيقدر ياخد القرار المناسب بالوقت المناسب. قديش كان في عنا قيمة الوفاء، هو العالم اللي استشهدوا مع الإمام الحسين، قد ايه هلا نحن عنا وفاء بمجتمعنا. فعاشوراء هي مدرسة للقيم، ونحن بنقول هي مدرسة القيم بحد ذاتها، لأن نحن ممكن ناخد كل القيم من عاشوراء،
منيجي لعند الاطفال لنوجه لهم اياهم بطريقتهم. نعم. يعني اوقات نحن لما بدنا نحكي عن الكذب والصدق بنحكيها يمكن بطريقه قصه، يمكن نحكيها بصوره قصه مصوره، يمكن نفرجيهم تمثيل ادوار. اوقات نحن بنمثل نحن مثلا القائده مع مساعدتها مع حدا من القياده معها، بيمثلوا لهم فكره معينه لتوصل هيدي القيمه للافراد. فنحن هون بنعتمد اساليب جذابه لقدر وصل الفكرة، منفرجيهم أن هول الأشخاص كان عندهم هيدي القيم اللي لازم نحنا نحتذي فيها أو نمشي مثل ما هني كانوا ماشيين. نعم قاضي غدير، يعني لا يخفى على أحد أنه برامج حضرتكم بكشافة الرسالة الإسلامية فعلا عم تلمع، يعني عم بتم أيضا تسليط الضوء عليها بشكل فعلا جاذب. ولكن اليوم فتيت مجالس فتيت سيد الشهداء عليه السلام، إذا منغوص فيها أكثر، لأنه هديك السنة أعتقد يعني بلشتوا فيها أو يمكن حتى من قبل أكثر، ولكن فعلا كان في تسليط ضوء جميل جدا عليه لأنه كان له أهداف فعلا سامية وفعلا أهداف رائعة جدا. اليوم إذا بدي أرجع أحكي أنا وياك عن هيدي المجالس، كيف بتم التحضير إلى شو عم بيصير خلالها؟ بداية مجالس فتية سيد الشهداء، نعم، خلينا نقول إنه هي بدأت مع الكشاف. نعم. يعني نحن من بدايات الكشاف كان بعاشوراء يجمع هالأطفال، كانت قبل معظم المطارح بوقت مجلس الكبار يجوا القاضي الكشفيين ياخذوا هالأطفال يقعدوا هن وياهم. طبيعة الحال البرامج تطورت، التغطية الإعلامية صارت أكبر، لهيك صرنا عم نشوفها، صرنا عم نشوفها أوسع، وأكيد التواصل. البرامج صارت واسعة أكثر، معبرة أكثر، شاملة حتى، شاملة أكثر. مجالس فتية سيد الشهداء أو يمكن بالمصطلح اللي الكل بيعرفوا اسمه عاشوراء الأطفال، اللي هي نحن كيف عم نعمل عاشوراء بس للأولاد. بداية هي بتكون عبارة عن مجلس مصغر مثل الكبار، يعني نحن عنا بمجلس فتية سيد الشهداء عنا حدا بيعرف، عنا حدا بيقرأ قرآن، عنا حدا بيقرأ مجلس، حدا بيقول لطمية، حدا بيقول زيارة، هون بكون عم نعمل مجلس مصغر. هي بداية بلشت هيك، بعد وعملنا وصار في كتيبات تحتوي على مجالس عزاء مصغرة ومبسطة للأطفال، صار في كتيبات بتحتوي على تعريفات على لطميات بسيطة لحتى الأطفال تقولها. انتقلت معنا الفكرة انه نحن ليه بس بدنا نكون هيك، لا لازم نوصل الأفكار للأطفال ونعمل على تنمية قدراتهم الروحية والعقائدية. صرنا بمجالس الفتية نعمل زوايا، زاوية بتشرح مثلا بطاقة الهوية المتعلقة بالسيدة زينب، نعم، زاوية فيها رسائل من الإمام الحسين، زاوية ثالثة بكون عم بيعملوا أشغال يدوية، بيعملوا أو عملوا عصبات قصقصوا خيطوا عملوا مجسمات، زاوية خامسة ممكن يكونوا عم بيحضروا فيلم له علاقة بالإمام الحسين. المرحلة الثالثة اللي وصلنا لها صار في عنا مرحلتين، وصلنا المرحلة الثالثة صرنا نعمل مشهديات متعلقة بمسيرة عاشوراء، صرنا نعمل تمثيل تجسيد للملحمة العاشورائية. بالتوازي مع هوت لتتهم نحن عم بيكون في عنا مع مجالس الفتية مسيرات عاشورائية، عم بيكون في عنا أنشطة عاشورائية مختلفة من برا، يعني نحن عم بيشاركوا بالمجالس الكبيرة وبنفس الوقت عم بينعمل أنشطة فنية بس للكشاف. يعني مثلا إذا عملنا مسرحية أناشيد مثل من السنة الماضية لهلأ تجسيد نشيد حسين مولانا يمكن انتشر بكل الأفواج، وكل حدا عم بينشره بطريقته، عم بيقوله بطريقته، عم بيجسده بأسلوبه معين، عم بيعطي هيدا التأثير. هو يمكن النشيد أكتر شيء قريب للأطفال وللكبار، فعم بيعمل هيدا التأثير، الكل عم بيحب يعيده ويقوله. ففي عنا صار أكتر من طريقة وأكتر من أسلوب لنحيي فيها هيدا المناسب. نعم، كل اللي تفضلتي فيه قاضي غدير من اول حلقه، اليوم بدي اسالك بهيك بشكل واضح وشفاف، انعكاسات هيدي البرامج المنفذه بطريقه مباشره على الفتيه والفتيات، كيف عم بتشوفي حضرتك اليوم كقائده هيدي الانعكاسات؟ هل بارضها عم بتكون نتيجه هلا بعدين؟ يعني حكينا قبل شوي الفتيات بيصيروا بحبوا بدهم يتحجبوا، الشباب يمكن الفتيان بيسالوا انه بدنا نصلي، علمونا الصلاه بشكل ادق، ايضا شو انعكاساتها؟ هيدي الأنشطة التربوية خلينا نسميها أكثر من أنه هي تربوية عاشورائية. صحيح. بداية هي بتزرع حب الإمام الحسين. نعم. يعني كنا عم نحكي أنه أنت مجرد ما عم بتروحي على مطرح مرتبط بالإمام الحسين عندك هيدي الشعور بحب الإمام الحسين، وعندنا الارتباط بالله عز وجل، ما هو الحسين وسيلة لله عز وجل، يعني أنت من خلال عاشوراء عم بتقربي أكثر من الله عز وجل. نعم. من الإيمان، من الأمور العقائدية. بداية نحن عم نزرع حب الإمام الحسين وحب الله عز
عز وجل. ايضا عم بتساعده انه تخدموا مشروع الحفاظ على هيدي القيم، على هيدي المسيره. هيدي بدي لك انه نحن لما عم نروح عم نشجع انه انت كطفل عم بتكون انت وسيله لنحافظ على المسيره العشوائيه، وسيله لحتى انت لما بتروح عم تحيي النشاط العشوائي او عم بتشارك فيه، شوي شوي انت حتصير قائد عم تشتغل فيه لهيدا النشاط، حيصير في اولاد غيرك. كمان نحن هون عم نزرع هيدي القيم، يعني حكينا قبل شوي عن القيم اللي موجوده اللي بنزرعها بالاطفال، هيدي القيم عم بتجسد عندهم رادع ذاتي للتحديات، عم بتشكل عندهم شخصيه ايمانيه عقائديه بتحب الامام الحسين وعم تاخذ القدوه من كل القيم اللي موجوده عندهم، مثل تنوير فكري، تنوير توعوي. صحيح فعلا، وهن فينا نقول الافراد الكشفيين، يمكن هاي بينت باكثر من ناطح، الافراد الكشفيين اللي بيشاركوا بالنشاطات الكشفيه هن الرائدين بالمجتمع. يعني هن الاشخاص اللي شخصيتهم قويه، القياديين اللي بيقدروا يعبروا عن حالهم بطريقه ايجابيه وفعاله. نحن بالكشف نجرب دائما نوصل الفكره بالطريقه الصحيحه الايجابيه الفعاله. نعم. يعني بنجرب حتى الشغل الغلط نقلبها على طريقه ايجابيه لنوصلها صح. نعم. شو بميز قائدي غدير للكشف عن غيره من اي، يعني يمكن مش هنقول جمعيته ومنه جمعيه اكيد، ولكن شو بميز الكشف بحد ذاته؟ هلا نحن الكشف هو جزء من المجتمع. نعم. نحن عندنا المثلث التربوي عباره عن الاهل، المدرسه والمجتمع. الأهل مع الأسف كتير عنا ناس تنازلت عن دورة بالتربية. نعم. والمدرسة معظم المدارس صار دورة أكاديمي أكثر ما أنه تربوي. بيبقى عنا المجتمع اللي هو عم بيتولى بالتربية. ونحن ككشاف جزء من المجتمع، في عنا جمعيات أهلية، أندية صيفية. صح. كجمعية جمعيات الكشفية تتميز بشغل كتير مهمة، وأنا هي دايما بقولها على المواضيع الكشفية. الكشاف هو متطوع. التطوع بيبني عند الإنسان شيء ما بيبني بمطرح تاني. القائد متطوع ما بياخد مقابل الشغل اللي عم يشتغله. فالعطاء بلا حدود رح يكون 100%. التطوع هو عطاء بلا حدود. انت لما بتعطي الشغل تطوع انت حابة تعطيها، عم تعطيها من قلبك. هيدا اللي بيميز الكشاف. وزائد انه نحن ككشاف عم نتعامل مع الأطفال على أساس انه نحن عيالهم. يعني نحن قبل ما نبلش هلا بعاشوره يمكن كان في مخيمات تدريبيه للقائدات، نحن بالمخيمات التدريبيه كنا منبلش نجهز هول القائدات كيف بدهم يتعاملوا مع الافراد بعاشوره، بلشنا نجهز لهم برامجهم العاشورائيه ليعرفوا يتعاطوا مع الاطفال. فهذا اللي بيميز العمل الكشفي عن غيره من عمل الجمعيات، بموضوع التطوع وبموضوع انه نحن بنخطط تخطيط استراتيجي. يعني انا من هلا بلش ادرس برامج العاشورائيه للسنه الجاي. يعني هلا نحن بنبلش نجهز شو بدنا نعمل مستقبلا، وبلشنا تجهيز من قبل محرم. يعني احنا بالمحرم تقريبا بشي شهر بلش تحضير البرامج بالمخيمات التدريبيه، بلشت ينشغل على القاده والقائدات كيف بدهم يجهزوا برامجهم العشوائيه. نحن نزلنا من المخيمات التدريبيه الاربعه كان واحد محرم، نزلوا انطلقوا برامجهم العشوائيه. طيب غدير، شو ميز هيدي السنه الكشاف؟ بشو تميز بموسم عاشوراء؟ السنة عم ببين عنا مواهب، يعني فينا نقول غريب قد ما كبيرة، غريب قد ما واسعة. يمكن الانفتاح اللي نحن موجودين فيه عم ببين المواهب أكتر. فخلينا ما دايما ناخد التطور بالميل السلبية، خلينا ناخد شوي التطور بناحيته الإيجابية. التطور والانفتاح عم بيبني شخصيات قوية. الشخصية القوية عم بتفرجينا المواهب الحلوة من كل الميلات، التمثيل لقراءة القرآن، للطميات، للصوت الجميل. هذا بيميز هذه السنة. الشغل الثاني بيميز المبادرة، روح المبادرة عند العالم. يمكن حكي الأخ حسن قبل شوي، فعلا عم تلاقي العالم بدها تجي حابة تشتغل بالكشاف، اللي بده يساعد واللي بده يكون موجود. الأهل عم بتقولوا اللي بدكم ياه. الأهل بلشت تحس بالسخن من وراء الأجهزة الذكية. صحيح. بلشت تحس بالسخن إنه أنا ابني عم بضل على الآيباد، عم بضل على التلفزيون، ساعدونا لحتى نقدر فينا نقول مش نربيهم اكثر من نميلهم قدراتهم بالطريقه الصحيحه، نفسهم اكثر. يعني وفينا نقول كمان انه هي اول سنه تعافي ما بعد الازمات اللي قطع فيها لبنان. الكل مندفع غريب، الكل في اندفاع رهيب. نعم. في اندفاع غريب، يعني في اندفاع عند العالم انه خذوا اللي بدكم اياه بس خلونا نشتغل. صح. وفعلا مثل ما قال، التبرعات عم تجي من عالم ما بنعرفها، عالم عم تجي بتساعدها مش معنا. يعني مش هي بتكون انت قاعده بنشاط العاشورائي عم تشتغلي انت والاطفال، فجاه بعالم فينا نساعدكم، فينا نكون معكم، واكيد نحن بنستقبل مين ما كان. هذا دل على شيء غدير؟ على شو بدل؟ دل انه نحن العالم بحاجه تكون مع بعضها، بحاجه. ودل انه نحن بعاشوره بتحب العالم تبادر بطريقه غريبه، لانه الامام الحسين مش لحدا، الامام الحسين لكل العالم. وعم نشوف مواكب للمسيحيين، عم نشوف مواكب لاخواننا السنه، عم نشوف مواكب لعالم مش من يعني فينا نقول مش من الاشخاص اللي بالعاده بتكون عم تعمل مواكب. في ناس عم تفتح مضايفها بيوتها، اكله عم بتنزل، في ناس عم تنزل تساعد بالمجالس، عم بتقول انا ما بدي شيء، بدي بس اخدم الامام الحسين.
نعم، سيدة غدير عباس أمينة البرامج والتدريب لشؤون الأخوات في كشافة الرسالة الإسلامية، عظم الله أجرك أكيد ويعطيك ألف عافية. أنت والإخوان كلهم بجمعية كشافة الرسالة الإسلامية فعلا يعني أنتم أيضا يعني حملة أمانة، منو سهل أن أنتم فعلا تكونوا حاملين هيدي المسؤولية، مسؤولية جيل جيل عم ينشأ ليمشي بحياته إن شاء الله قدما بما يحب، طبعا الإمام الحسين وأهل بيت عليهم الصلاة والسلام. عن جديد عظم الله أجرك، شكرا لحضورك معنا، إن شاء الله بنلتقى بحلقات هيك مليانة أخبار ونشاطات وبرامج أكثر عن كشافة الرسالة الإسلامية. شكرا لكم ويعطيكم العافية. إذن يقول سماحة الإمام المغيب القائد السيد موسى الصدر أعاذه الله، إن الساحة الحقيقية التي دارت فيها معركة عاشوراء هي ساحة القيم الإنسانية التي لا تنفصل عن الإيمان، أما أبعادها فإنها تمتد مع الإنسان ومع حياته أينما كان ومتى يكون، تحطم جدران سجن ذاته وتربط بينه وبين بني نوعه، وتخلق منه وجودا كبيرا يفوق حدوده الزمنية والمكانية ويتجاوز قدراته وكفاءاته. على أمل مشاهدينا الكرام أن نخرج من هذه المناسبة أفضل مما دخلنا إليها، على أمل أن تثمر تضحيات الإمام الحسين عليه السلام إصلاحا في أمتنا. عظم الله أجورنا وأجوركم، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء. محرم دار الزهرة أظلم ضعن الغيرة شال بغروب المدينة طفل لهم حزينة دمع الفرق سال طيب الخير.